ايضا حقه ان وطنه يحميه، وانه يعني لا نستطيع ان نقف مكتوفي الايدي امام مثل هذه الظواهر. لكن لماذا الان؟ لماذا الى هذه الدرجه؟ يعني ده شيء غير مسبوق، وزي ما قلنا هو الحقيقه يعني السب يعني طال قامات اخرى. نور الشريف الاستاذ العظيم نور الشريف اللي هو يعني محفور في ذاكره الوجدان المصري، ايضا في فاروق الفيشاوي، خالد يوسف المخرج المبدع، اخرين. يعني الحقيقه بالفاظ احنا مش هنكرر على فكره، واللي عايز يعرف الكلام السخيف ده يبقى يدور عليه، لكن احنا مش بنذيع الفاظ بذيئه. بيصفوا زي الام اللي مش قادره ترد على ابنها، يعني ايه الكلام؟ انا مش عارفه، انا ما اقدرش ادخل بالناس بيوت الناس. لماذا الان؟ لماذا الان؟ لان في حكومه فعلا مديه لهم براح، يعني فعلا لانه في مناخ عام في المجتمع بموافقه الحكومه اللي هي من تيارات متقسمه. لا مش في صمت، في تواطؤ. في استاذه عمليات ارهابيه في سيناء تم دلوقتي تقفيل عليها، يعني اصحابهم بتوع حماس يقدروا يقفلوا الانفاق من هناك وتنتهي المشكله. ما بيقفلوش الانفاق لانه بيسترزقوا من وراها وتتدفق علينا السلاح والمخدرات، والعمليه قفلت حتى بتاع سينا دي مش اي حاجه، واستمرت الكارثه في سينا. في بقول لك قاتل فرج فوده وقاتل هو ومراته وقتل السياح بيفرج عنهم، بينما الثوار الى الان لا يفرج عنهم. في مناخ من يعني لما اتشتم نجيب محفوظ ما حصلش حاجه، لما اتشتمت التماثيل والحضاره المصريه القديمه ما حصلش حاجه، لما اهين الفن والفنانين ما حصلش حاجه، لما قاضي تم اختراقه وحكم بقضايا حزبه ما حصلش حاجه. لماذا لا يتشجع؟ يعني هل هذه طريقه الاستثمار؟ هل هذه طريقه ممنهجه؟ هدفها زي ما قلت لك ارهاق كل القوى السياسيه الاخرى بهدف التمكين لجماعه الاخوان المسلمين، دي حاجه. وللمتاسلمين للاسف حتى الاخوان المسلمين اللي كانوا في فتره منهم اجزاء منهم متمثل تيارات معتدله، يعني تيار سلفي مش الاخوان المسلمين، في تيارات كانت معتدله. على فكره ادانوه، يعني انا عندي هنا في البرنامج الاخوه من جماعه الاخوان المسلمين قالوا بندين الهجوم للاسف على الشديد الاخوان يعني بيدينوا هذا الشيء. ايوه طب استاذ محمد عبد القدوس، ايوه محمد عبد القدوس شخص. انا قعدت مع ناس كتير لا وعندي في البرنامج قعدت مع ناس في الاخوان المسلمين. دكتور ياسر محرز عندي هنا هو في البرنامج قال احنا بندين اهانه اي مواطن مصري، فسالوا الاستاذ فريد زهران قال له وإهانة الفنانة، قال له وندين إهانة شكرا وندين، قال له بس لابد أن تصدروا بيان. بص يا دكتور أنا قعدت مع الراجل المتحدث الرسمي باسمهم أبو بركة ده كذا مرة، وكانوا في الأول حتى في الخطاب أكثر هدوءا قبل ما يتمكنوا من الوزارة ومن الرئاسة. قلت بوضوح يا جماعة أنتوا نتيجة إصراركم على التحالف مع السلفيين ومع أكثر الاتجاهات الظلمية في الوطن، إصرارهم على التحالف معاه يخليهم يفوتوا هذه التجاوزات، وللأسف هذه السياسة مستمرة لأن في انتخابات كمان برلمانية قادمة وهم يتحالفوا معاهم، فكل هذه التحالفات على جثة المواطنين وعلى جثة الوطن وعلى جثة الحرية. فأنا بطالب إذا كان هناك بعض الاتجاهات الغير سلفية في الإخوان المسلمين والأفكار اللي هم بيزعموا أنها معتدلة ومتوسطة أن يحسموا نهائيا موقفهم من التحالف مع أكثر الاتجاهات الظلمية وينقذوا الوطن من الكارثة، لأن التحالف لو استمر في الانتخابات البرلمانية الجاية يبقى الوطن عليه السلام، لأنه هذه التحالفات سوف تعود بالضرر حتى على الإخوان المسلمين نفسهم لأنه